وللمزيد ينضم إلينا من أوديسا ديمترو بليتشوتيك المساعد أو المتحدث باسم قيادة القوات البحرية الأوكرانية. بعد 1000 يوم من الحرب الروسية الأوكرانية، ما هو الوضع العملياتي على الأرض؟ Ситуация в нашей зоне ответственности остается достаточно стабильной. الموقف من خلال دائرة التزاماتنا يمكن وصفه بأنه مستقر. يمكنكم أن تروا أن القطع البحرية، الأسطول البحري في البحر الأسود متمركزة في نوفروسيسك، بعد أن تركت القرم، بعد أن يصيبهم الخوف أن يسبحوا في البحر حتى لا يتعرضوا للقصف. إذن هناك شلل تام لقطع الأسطول البحري في البحر الأسود، لأنه يمكن أن يصاب ويتوجه إليه سواء مسيرات أو صواريخ. نحن الآن نتحكم في ما يقرب من 100 ميل من شواطئنا، ويمكننا فتح النار سواء في على القرم أو على شواطئ بحر أزوف. نعم، إذن يعني في ظل ما تصفه من قدرات تمتلكونها الآن وإمكانية للسيطرة على المناطق التي هي الآن تحت أيديكم، يعني ما أبرز النجاحات التي ربما حققها الجيش الأوكراني منذ بدء التغاول توغله في عمق الأرض الروسية وتحديدا في منطقة كورسك؟ بالنسبة للقوات البحرية يمكن أن نعلق فقط على أن العمليات يمكن أن تقوم بها وتشارك بها القوات الأخرى ما بمشاركة القوات البحرية الأوكرانية. أما فيما يخص الموضع نفسه في كورسك فإن القوات البحرية لا تستطيع التعليق على الموقف في كورسك لأنها بعيدة عن البحر. طب يعني بالحديث عن الدعم الغربي العسكري لكييف، يعني ما الفارق في الأشهر الأخيرة وفقا لمتابعتكم؟ ممكن أن نقول من منطلق القوات البحرية أن نقول أن شركائنا في أوروبا ما زالوا يقومون بإعداد الخبراء للقوات البحرية من مختلف المهن، بدءا من الأطباء البحريين وانتهاءا بالبحارين المقاتلين أو العسكريين، حتى يمكن فيما بعد مواصلة التواجد على السفن التي يعطونها لنا شركاؤنا سواء سفن أو قطعة بحرية. أما فيما يخص الدعم العسكري للتسليح فإن هناك كثير من المساعدات مثل الزوارق وكذلك التقنية البرية أو المعدات البرية، وكذلك هناك السلاح المشاة، السلاح الخفيف، ويمكن أن يساعدنا على النجاح في صد مهاجمات الروس سواء اتجاه البحر أو اتجاه الأسطول أو اتجاه المشاة. إذن هناك ما زالت هناك الطائرات الروسية تعمل في أجواء البحر الأسود وتقوم بتوجيه ضربات، ونحن نلجأ إلى شركائنا لتطوير الدفاعات الجوية، وشركائنا دائما ما يقدمون لنا بعض الأسلحة ويعلمونا ويدربونا على كيفية استخدامها. طب يعني هل كان هذا الدعم كافيا لمواجهة ترسانة القوات الروسية حتى الآن؟
حتى يكون هذا كافيا لابد أن نقوم أن نحقق نجاحا، ونحن نتمنى أنه في ظل هذه المساعدات يمكننا أن نحقق مثل هذا النجاح. نعم، طب يعني هل ترى أن عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن تنقل الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تسوية ربما لوقف هذه الحرب؟ من موقف القوات البحرية لا يمكننا التعليق أو تقييم الوضع الديموغرافي والوضع العسكري على الجبهة، فنحن هناك نحن نلجأ فقط لشركائنا الغربيين الذين يقومون بتقديم المساعدات لنا. إذن من أوديسيا كنت معنا الأستاذ ديمترو بليتينتشوك المتحدث باسم قيادة القوات البحرية الأوكرانية، شكرا جزيلا لك.